أهلا بكم من جديد. نتابع حوارنا مع خالد البلطا رئيس نادي الشباب في كشف حساب هذه الحلقة عن نادي الشباب التي كنا استمرنا فيها في الأسابيع الماضية عن مسؤولين ورؤساء أندية في ختام الموسم السعودي. أرحب بك من جديد. يعني أريد أن أنقلك إلى محور آخر. في نادي الشباب تجيدون أو بدأتم بصفقات لاعبي في أندية الظل، خليني أسميها، أو الأندية غير المعروفة أو غير المتابعة. في كل موسم أنتم تبدأون بهذا الشكل في الثلاث مواسم الأخيرة، أو خلينا نقول بالأصح في الموسمين الأخيرة كانت واضحة. المشاهدين ما يعلمون ربما أنه برودوم أنشأ إدارة اسمها إدارة المراقبين والكشافين في نادي الشباب. لماذا لم تعلنوا هذا؟ ليش تركتوا الموضوع سري؟ أنه إدارة ومعينين أنتم كشافين في كل منطقة في السعودية برواتب وما تعلنونها للإعلام، ليش؟ ما في داعي ولا الإعلام، لا علاقة للإعلام بعملنا الإداري. عملنا الإداري يجب أن يتم بالطريقة اللي إحنا نبيها واللي بيها المدير الفني في الفريق. أعتقد هناك سيد ستاك مسؤول عن المراقبين والسكاوت الكشافين، وأعتقد أن السنة القادمة حنضاعف عددهم، حيكون أيضا ينضم بشكل رسمي، حنصعد مسؤولية المدرب القدير نايف العنزي إلى الفريق الأول بحيث يكون مسؤول أيضا على الكشافين المحليين بشكل كامل. خطواتنا بديناها من سنتين، نراقب حقيقة كل الأندية الدرجة الثالثة والثانية وبالذات اللعيبة الصغار. أخذنا وليد العنزي من التضامن، أخذنا لاعبين من أحد، وليد والمولد، أخذنا لاعبين من العربي، أخذنا لاعبين من عدة أندية حقيقة، أخذنا من حطين، من الفيصلي الآن، أخذنا من أكثر من نادي. وهذا هو البناء، أنك تصعد وتحرك الفئات السنية في النادي، بالإضافة أنك تقتنص بعض المواهب اللي من خارج النادي. ما في، شوف، هذا شيء لازم يعرفه الجمهور ويعرفوا جميع المراقبين الرياضيين. مو كل المواهب حتنجح، مش كل الصفقات حتنجح، لكن طبيعي. لو كل ثلاثة أو أربعة نجح واحد بشكل واضح، أعتقد إحنا كسباني. طيب، بعد أيضا عندكم برنامج ما تعلنون للجمهور آخر، يعني ما أدري ليش أنتم ما تعلنون الأشياء الحلوة، ولا أنتم في أشياء تبغونها تمشي بالسر. عندكم برنامج قاعدين تسوونه مع طلاب مدارس الرياض، برنامج تسوونه مع طلاب الابتدائية والمتوسطة. نعم. تنمية شعبية لنادي الشباب، وهذا شيء طيب يعني الحقيقة، وقاعدين تسوونه وتدفعون فيه مصاريف، لكن ما تعلنونه أيضا للإعلام. أنتم خايفين من التعليقات اللي راح تجي عليه؟ يعني احنا شفنا في النهاية الحقيقة مدرب جيد، يعني صار جيد، لكن مقارنة بالموسم الماضي أنتم أقل. نسبة حضور نادي الشباب في هذا الموسم أقل من الموسم الماضي حسب أرقام رابطة المحترفين. ما في شك أرقامنا العام الماضي كانت رائعة جدا وجيدة، وخصوصا مع تنافس الفريق حتى آخر مباراة. السنة دي لأننا فقدنا نوعا ما المنافسة من البدري، فقلت الأرقام بشكل كبير. يعني أولا أحمد الله بشكل كبير، وإن بتال يعترف بالجماهيرية الشبابية ويعترف. احنا ما قلنا اعتراف بالجماهيرية، يعني ترى احنا نقول مدرجكم ينمو، لا تحط الكلام في فمي، مع الاحترام لناديكم. انا تسلم، انا اخذت ما اريد منك والحمد لله، وجماهير الشباب تسمع ما قلت، وهذا الحمد لله شيء طيب، ولا 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 هو مشكلة، يعني لن يضيرك مثل هذا. اللي انا بقوله الان ان جمهورنا ينمو، والحمد لله أرقامنا تتصاعد. أمورنا ماشية في الطريق السليم. أعتقد تغيير اللون أو إضافة اللون البرتقالي عمل مفعول. احنا نقوم بعمل مدروس. خلينا نتكلم عن البرنامج اللي انتم تسوونه الحين مع المدارس. طبعا هذا برنامج شرعي ترى في تنمية الشعبية، ما حد يقدر يقول لكم مو شرعي. احنا الان اقول لك ولا في دفع فلوس ولا في شيء. ما في شيء غير شرعي يا بتال. لا تسلم إذنك لبعض المراقبين. أنا قاعد أقول لك شرعي، يعني أنت كلام هذا مو عاجبك وأنا أقول لك شرعي؟ قاعد أقول لك شرعي، أمتدحي أنا الآن؟ طيب، وأنا شكرا لك. اللي أبغى أقوله إنه جماهيريتنا سترتفع، وقادم الشباب والشباب ومدرج الشبابي
بني وقادم للبناء بشكل أكبر. قضية المدارس جزء أعتقد أننا عندما نبني متجرنا ونوقع العقد مع المتجر أعتقد أنها خطوة جيدة، لأنه المتجر أعتقد لتشجيع الانتشار الجماهيري شيء جيد. أعتقد أننا لما نتعاقد مع مدرب عالمي مثل برودوم، لما نجيب مدرب عالميين أو نجيب لعيبة على مستوى عالي، أيضا لما نحافظ على نجومنا، لما نستقطب نجوم آخرين، هذه جزء من خطة متكاملة. لما نحافظ على وهجنا الإعلامي، نحافظ على شخصية نادي الشباب المقاتلة. بقي عندي دقيقة اللي تصنع الجمهور. بقي عندي دقيقة نتنازل عنها. أبغى أسألك سؤال مباشر، أرجو منك إجابة مباشرة. طبعا. كل المشهد الشبابي أصبح هو خالد البلطان، لا أنا راحت في الصورة غيرك، لا أعضاء شرف، لا مسؤولين، لا إداريين، لا أحد. إذا قلت خالد البلطان كأنك تقول نادي الشباب، إذا قلت نادي الشباب كأنك تقول خالد البلطان. ما في غيرك يعني في الشباب ولا إيش السالفة؟ نادي الشباب أكبر من خالد البلطان وأكبر من غيره، هذه ثقة اعتز فيها من أعضاء الشرف جميعا. أعضاء الشرف واثقين بخالد البلطان، ثقة سمو الرئيس الفخري ثقة لا حدود لها، وأنا أعتز فيها، وهي اللي مخليتني وقفتني أني أعطي بلا حدود وأعطي حتى أني تعبت. لكن لما أشوف ثقة هذا الرجل وثقة جميع أعضاء الشرف أحاول أني أقدم شيء. أنا لست متمسكا بالرئاسة لا نهائيا، من يجد في نفسه رغبة في أن يرأس نادي الشباب أنا بساعده وأكون معه وأقدمه أيضا. شكرا ثقة أعضاء الشرف كبيرة وأنا معهم على كل حال. شكرا جزيلا، أرجو لك التوفيق، أرجو أن ينمو الشباب في كل الاتجاهات ليس في المدرج فقط. شكرا جزيلا. شكرا شكرا طعمك. جاء بزفة وسيغادر بصبد، في فمه ماء وفي عينيه غضب وندم. عبد الرحمن العروان في لقطة ختام، وأنا ألقاكم. أنا أتبعك ويضيع العمر، يضيع الطريق وخطوتي، واسأل عليك الصبر. الله لو تدري حبيبي وش كثر مليت العتاب، وانت في قلبي حزن، انت في قلبي حزن، في عيوني سراب، في عيوني سراب. وخايف انا خايف لو امشي لك سنين، ويجف قلبي من الظما وانزف حنين. ما نلتقي انت في قلبي حزن وعيوني.